أحضر الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يوصل الطقس صافي 26 درجة مئوية متوقعة خلال ساعات الليل في العاصمة الرياض. بالنسبة اليوم غد تبدأ تتأثر أو تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم الرعدية على كل من مرتفعات جازان عسير وأبها، ربما تمتد بشكل محدود إلى مرتفعات الطائف ومكة المكرمة. كما ذكرنا خلال ساعات الظهيرة والعصر تتكاثر الغيوم الرعدية في هذه المناطق وتهطل زخات الأمطار، قد تترافق بالبرد أحيانا وأيضا بنشاط في سرعات الرياح. باقي المناطق المملكة تبقى تحت تأثير حالة من الاستقرار الجوي، بالتالي طقس مستقر في عموم تلك المناطق. أيضا أجواء حارة بشكل لافت في عموم المناطق السعودية خلال يوم غد بإذن الله، تسجل العاصمة الرياض حوالي 41 درجة مئوية كحرارة عظمى بإذن الله. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.